اهلا وسهلا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة وعافية ان شاء الله. وصفتنا لليوم هي وصفة تيراميسو بالفراولة. كنت مقبل درت لكم تيراميسو كلاسيكية او الطريقة الكلاسيكية المعتادة للتيراميسو اللي هي بالقهوة. اليوم راح نشوفوا طريقة تحضير تيراميسو اللي هي الوصفة الايطالية المعروفة عالميا، واليوم راح نديروها بالفراز او بالفراولة وتجي رائعة المذاق وبنينة بزاف. اذا لتحضير تيراميسو بالفراوله نحتاج الى المقادير التاليه: لي بودوار او لي بيسكوي اكويير، هادو راهم متوفرين في كامل المحلات موجودين، يعني ربع حبات بيض. هنا راني سيباريت او فرقت ما بين بياض والصفار، ربع صفار وربع بياض. لي فريز هنا عندي مجموع تاع 500 غرام اي رطل. اذا خلينا شويه حبات كاملين بعد نقسموهم نزينوا بهم الفوق، واللي يبقى درناه قسمناه يعني قطعناه قطع صغيره كما هكذا كما راكم تشوفوا. جبن ماسكاربون كما قلت لكم، اذا ما كاش متوفر عندكم قادرين ديروا اي جبن كريمي يعني قادرين تستعملوه، واذا وجدتوا ماسكاربون فهو افضل طبعا. مغرف كبيره سكر عادي، ربع مغارف كبار كذلك سكر عادي، شويه ملح، ومغرف كبيره عصير الليمون. اذا بسم الله نبداو في طريقه التحضير. الفراوله اللي قطعناها قطع صغيره راح نديروا لها مغرف تاع السكر، ونديروا لها عصير الليمون، نخلطوهم شويه هكذا. هكذا خلاص، ونخلوهم على جنب. اذا في الخلاط تاعنا نديرو صفار البيض، نضيفو له السكر، ونخلوهم يتخلطوا مع بعض. اذا كي بيادنا شويه صفار كما راكم تشوفوا يعني تغير اللون تاعه ويولي بيض شويه، الان راح نضيفوا له الماسكاربون. اذا راح نخلوهم الان يزيدوا يتخلطوا شويه مع بعض، نطلعوا بياض البيض تاعنا، نديروا بياض البيض في الخلاط، نضيفوا له شويه تاع الملح، نخلوه يتخلط مليح حتى يولي يونج. هكذا خلاص كما راكم تشوفوا راح طلع البياض تاعنا، ونفرغوا له الخليط الاول اللي كنا خلطناه تاع صفار البيض، صفار البيض والماسكاربون. هكذا ونبداو نخلطو من فوق للتحت، هكذا. اذا نجيبو الفراز تاعنا اللي كنا درنا له السكر وعصير الليمون، الان راح نميكسوه بالميكسر. هكذا خلاص، انا راني كما راكم تشوفوا في الصحن تاعي راني وضعت هذا الاطار، هذا الاطار يعني يكبر ويصغر، تقدروا يعني تكبروه او تصغروه على حسب الحجم اللي راكم باغيين ديروه. اذا غادي نديرها انا على شكل دائري، نحطها فوق الصحن هكذا، ونجيبوا لي بودوار تاعنا راح نوقفوهم هنا في الحواشي، راح نقلعوا لهم طرف غير صغير هكذا، هادي هكذا قلعوا لها طرف صغير من تحت هكذا، ونوقفوها هكذا في لي باغوا او اطار الصينيه
نديرو جهة السكر من الداخل ونوقفوهم كما هكذا، نديرو شوية هكذا لاكخيم في الطبقة الأولى من التحت، نغمسو لي بسكويت تاوعنا هكذا في كولي دو فريز ونحطوهم هنايا هكذا. هكذا نستفوهم مليح. هكذا هكذا، حتى هاد الحواشي الصغار يعني نقسمو لي بودوار، هادوك الصغار يعني اللي كنا قسمناهم اللي في ملي بسكويت درناهم في الحواشي نستغلوهم هما كذلك، نغمسوهم هنايا ونحطوهم في هاد ليسباس الصغير هكذا. نزيدو نوضعو لاكخيم فوقهم، نديرو طبقة واحدة أخرى تاع لاكخيم هكدا ونمشوها ونواصلو العملية تاعنا، نغمسو لي بودوار ونستفوهم. ونفرغوا لاكخيم هكذا فوقها ونواصلوا يعني حتى نكملوا الخليط تاعنا كامل حتى الفوق. اذا هكذا كي نكملوا يعني الطبقه تاعنا كاملين، الان راح نقوموا بتزيينها. لي فريز اللي كنا مخليناهم للتزيين نقسموا لا فريز تاعنا على اثنين كما راكم تشوفوا هكذا، ونبداو نزينو بهم. اذا نستفو لي فريز تاعنا هكذا هكذا، نكملو تزيين تيراميسو تاعنا، نحطو لي فريز تاعنا هكذا من الفوق. والتزيين طبعا الشيء يرجع ليكم كيما تبغوا تزينوها من الفوق. الان راح نديرو تيراميسو تاعنا يبرد في الثلاجة، نخلوه يعني على الاقل 4 ساعات، وهي من الافضل يبات ليله كامله، كي يصبح يصبح شاد روحه غايه. اذا دخلوها للثلاجه ومن بعد نشوفوها جاهزه. اذا هذا هو تيراميسو تاعنا بالفراوله، راه جاهز تيراميسو فريز، الوصفه الايطاليه المشهوره ولذيذه جدا كما راكم تشوفوا، الشكل تاعها رائع تجيبني انا بزاف. كالعاده راح تلقاو مقادير الوصفه تحت لا فيديو في لا ديسكريبسيون باللغتين الانجليزيه والفرنسيه، وما تنساوش الاشتراك في القناة. دمتم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.